بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، جمهور النادي الاهلي العظيم، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامج الترند. الف مبروك، مبروك لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان، مبروك لجماهير النادي الاهلي العظيمه في مصر وفي كل ارجاء العالم، مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي، مبروك للجهاز الفني، مبروك للاعبين، مبروك لكل فرد في منظومه النادي الاهلي بعد الفوز بالدوري العام هذا الموسم. بالامس بعد نهايه مباراه سيراميكا كليوباترا وبيراميدز وفوز سيراميكا 2-1 اعلن رسميا الاهلي بطلا للدوري العام للمره 43. بنتكلم على ارقام قياسيه كبيره جدا، ولكن هذا الموسم الاهلي حقق الخماسيه في 10 شهور فقط، دوري ابطال افريقيا، 2 سوبر، 1 كاس مصر. فبنتكلم على بطولات عظيمه وقويه من فرق اللي فازت السنة اللي فاتت بهذه البطولات من النادي الأهلي، قدر الأهلي يعود لينتقم ويفوز بكل البطولات المحلية والقارية. هو عنوان حلقة اليوم، عاد لينتقم. عاد الأهلي من بعيد بعد موسم كان صعب جدا الموسم الماضي عشان يحقق كل شيء الموسم الحالي. دي مدرسة الأهلي ودي منظومة الأهلي، فمبروك لكل فرد في منظومة النادي الأهلي، بداية من الجماهير، مجلس الإدارة، الجهاز الفني، اللاعبين، كل من ينتمي للنادي الأهلي في كل أنحاء العالم، مبروك عليكم الفوز بهذه البطولة الغالية. وبالتأكيد إن شاء الله مباراة التتويج والإعلان الرسمي والاحتفالية إن شاء الله بعد مباراة الزمالك، لكن من النهاردة لغاية يوم الخميس الجهاز الفني واللاعبين كل تركيزهم على مباراة الزمالك عشان الفريق يفوز بيها ويقدم مستوى يليق ببطل إفريقيا وبطل الدوري هذا الموسم.